في مستودع العجالة التابع إلى مديرية الأمن النقد للقيام بحمل الرجال الأوفياء لتصليح أكثر من 115 معدة مختلفة الأنواع. حقيقة كانت يعني شبه مستهلكة وتم إعادة الحياة لها من قبل أبطال مديرية الأمن النقد. شاهدناها سترفد وحدات الجيش حتى تتمكن من القيام بواجباتها. ليس جديد على مديرية التموين في هذا العمل، قد كانت احدى المديريات الشجاعة التي نفذت عمليات اثناء عمليات التحرير، وخاصة بنقل النازحين من الخطوط الأمامية للمعركة الى المعسكرات او خيمات النازحين. اليوم اللي شفته حقيقة يعني يفرح الإنسان بهذا الجهد الكبير، رغم الصعوبات المالية اللي نمر بها ورغم قلة التعاقد، لكن نشوف أبطال مديرية التموين النقد اليوم عادوها للحياة لهذه المجموعة من الآليات والمعدات اللي تساعدنا في أداء عملنا. هذه المديرية أنا شهدت على بطولاتها أثناء معارك التحرير، وكان لها الجهود الكبيرة في نقل آلاف بل مئات الآلاف من النازحين، خاصة في معارك تحرير نينوى، من الخطوط الأمامية للمعركة إلى المعسكرات ومخيمات النازحين. كذلك نحن شهود على ما تقوم به يوميا من عمليات بنقل الأعتدة ونقل الأسلحة ونقل الأشخاص، وفعلا هذه المديرية هي المستمرة في دعم قوات الجيش بكافة المسميات، يعني قيادات الأسلحة سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية، دفاع جوي.